السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا طابعة إبسون، الطابعة الحلوة دي 3150. الطابعة الحلوة دي هنشوف مشكلتها ايه مع بعض ونعمل لها صيانة. طبعا عندنا علامة الورق هنا، خلينا نطفي كده. بسم الله. في هذا كيف طبعا دي طبعات الإبسون بيجي فيها مشاكل في الرؤوس لو سبناها بدون طباعة. دي الموديلات الجديدة اللي نزلت. نبدأ تصوير. تيجي معايا بالشكل ده، تسحب ربع الورقة وتفضل تطبع على الفاضي. هنفك الطبعة، نفصل الكهرباء، عندي مسمار هنا نقعد نكبر العربية كده. خلينا نشوف مجرى السحب في ايه. طبعا هي بتيجي لحد هنا وبتقف، يعني ما بتكملش الطباعه. هنقطعها بس سنه كده ونبدا نرفع الضغط بتاع الورق ونشوف ايه اللي عامل عائق. طبعا انا شايف هنا في هنا خبز اهو، فصفص سمسم وبتاع. نشوف الطبقة جوعانة ولا ايه. وديت اكيد الحاجات ديت داخل الطبعة وعاملة عائق. بسكوت طبعا الحاجة دي كده كده. لازم بقى افك السكانر ادام فيها حاجات زي كده. شوف
اديها هوا بالبلور ونرجع تاني. ده انا هدوش هتدوش هوا كده على السريع. هنجيب ورقة نعديها كده عشان لو في اي حاجة نتأكد ان الامور سلكت. تمام اوكي كده سلكنا السحب نشغل. الجنب عشان اركب السلك بتاع الاسكانر. شوف بسكوت نمسح العدسة دي كويس. Thank you.
ممكن نشغل على كده عادي. شوف السحب ظبط معايا ولا لا. عشان نفحص الرؤوس، نشوف الرؤوس بتاعت الطبعة شغالة معايا ولا مش شغالة. بس اكيد طبعا بعد الحالة احنا شفناها ديت اكيد الرؤوس محتاج تنظيف. بس احنا بنعالج اول حاجة المشكلة اللي جت فيها اللي هي مبتسحبش ورق. بسم الله. اهو سحبت معايا الورق تمام. سحبت معايا تمام. اهو طبعا ابيض يا ورا مفيش اي طباعة خالص. يبقى عايزة تتنضف الرؤوس بتاعتها. والله نفس السلك. اركب الكفر الجانبي.
اقتل معايا حوار كده. نخش على التنظيف، بنجيب منديل كده نطبقه اهو، نطبقه تطبيق حلو كده، نحطه تحت الرأس، نمرض تحت الرأس بالشكل ده كده، ونطلع الكاسيتات. ما في زيادة شوية بس. إبرة فاضية؟ ايوه فاضيين. ازاي؟ ادي شكل الرأس، سهل خالص. نجيب المحلول، أسيتون ولا أي محلول، شوية كده وهنحط عليهم مية حار عشان يعمل لي عملية افتكاك. المية الحار بتساعد. عندي طبعا الانجكشن معالج، جايبين الانجكشن ممثل الفتحة بتاعته بحيث انها تدخل في الهوز بتاع الراس. عايز تجيب انبوب زي كده وتوصله مفيش مشكلة، بس دي بتبقى عملية ناجحة يعني. هنبدأ واحدة واحدة كده، نضخ المحلول اهو. طبعا الضخ من غير الماء الحار مش هيديك اداء مظبوط. الماء الحار بيساعد على عملية الافتكاك. بدأ ينزل معايا تحت اهو الاوساخ والمحلول بتاعي. يوم نخليها على جنب، نحط واحدة جديدة. لما يكون العملية تبقى أصعب شوية بنطلع الرأس خالص، بنفك ونفك نطلع دي. في فيديوهات مصورينها قبل ديت موضحين فيها وشرح كامل ازاي نفك الرأس فك وتركيب. ايوه ادي المية حار. تعالى بقى ايه ضخ. لحد ما تحس ان في انسياب في الضخ. طبعا الطبقات ديت اللي زي دي بفضل ان انا اطلع الرأس بره خالص. بنضف ونشف المحلول اللي نزل مني كده. نطلع الهيد اهو من الجنب، في هنا ضاغط
اقفل انا اقفل بطاط عليهم بسحبها لبره وبفك المسامير بنت اثنين ما في موجود هنا هذه شكل الرأس لما نركب كده يبقى معايا بالشكل ده نبدأ نضخ تمام تم التنظيف مش اسهل من كده نشف ورجعه مكانه تاني تبقى حاجات رز سمسم حاجات بقى جوه الطبق والله في كمان كمون هو لو حبها ده مش عارف انت اتفاق على هذا ولا ما في اتفاق؟ شفت خلاص رجع لي بقى ايه الرأس تاني العدلة بتاعت ازاي كده يبقى هيركب كده لازم تركبه بشكل الصحيح لا نسيب سقط
طبعا اول مرحله، في مرحله تانية مرحله الكمبيوتر اللي هي الشغل اليدوي الالكتروني. انا كلام هذا انت تفكس يا استاذ استمر على هذا جوات نايلر اذا قلت فاقي دين خلص خلص فاقات كيف كرو اغنية قسمة دسو قبل امس هذا قبل امس هذا اللي نبع لوي كيف كرو تنفون برو نيجي لهنا كده وندخ الحبر في الكاسيتات، نتأكد ان فيه حبر هنا، نبدأ نسحب كده مع الجندي كده اهو، برضه نفس النظام من غير ما نوسعها على اي حاجة، هي رفيعة زي ما هي رفيعة، نسحب سحب معاها بكل سهولة يبقى المواسير تمام. نعدي ندخل الحبر جوه الكاسه عشان الهواء ده كله وانت بتعمل تنظيف من الكمبيوتر تبقى سهله تضخ الحبر للرؤوس مباشره على طول، كل الهواء ده بيطلع وبيملاها حبر. خلاص كده ركب كده انتهينا من عملية التنظيف. دي طبعا الشغل اليدوي المحلول. نقفل الطبقة بتاعتنا. انتهينا جميل، تخش بقى الكمبيوتر تدخل على الاجهزه والطبعات وبعدين تجيب الطبعه بتاعتك الموصله كليك يمين تفضيلات الطباعه وتختار من تفضيلات الطباعه الصيانه وتعمل تنظيف الكتروني 3-4 مرات كده تمام، وتتوكل على الله تسمي الله وتتبع تيست. مبروك عليك تنظيف الطبعة بتاعتك بكل سهولة خالص. أتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.